لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. يعني يا أخي يعني يا كيفاش فوزي يا فوزي يا أخي؟ اسمح لي القضية القضية واضحة، القضية تفضل. القضية يا أخي، ولاد الناس ولاد الناس ولاد أعداء الدين أو أعداء الإسلام أو أعداء المسلمين، أو ما فهمتش شيئا. فلا حول ولا قوة بالله يا أخويا. علاه هكا يا أخويا؟ علاه علاه علاش يا أخويا؟ هذا كل ما صارش في ما صارش في إسرائيل، ما صارش في القرون الوسطى، ما صارش في القرون اللي قبلها، ما صارش في عهد الكفار، في عهد المشركين، في عهد علاش هكا يا اخو وصلنا للدرجه هذه؟ شنو هذا كله يا اخي؟ يا اخي لا اله الا الله محمد رسول الله، لا حول ولا قوه الا بالله. شيء يندل على الجبين، شيء يبكي، شيء يحزن. اللي في مصر شنو هذا؟ قتلى بالالاف، قتلى يا اخي لا اله الا الله، من اجل كلمه لا اله الا الله، ومن اجل انسان عنده سنه، ولا من اجل امراه عندها حجاب، ولا من اجل واحد انصر فلان ولا جمع فلان. فلا حول ولا قوه الا بالله. كيفاش كيفاش يا اخي؟ لا حول ولا قوه الا بالله. لابد ان تتحرك الشعوب الاسلاميه كلها، العربيه كلها، لقاو حل. كيفاش شنو علاش من اجل شنو الناس تقسم في اثنين، مسلم ومش مسلم، سني ومش سني، هذا يصلي وهذا غير مصلي، علاه؟ فوزي ما الفرق بين هذا وبين هذا؟ فوزي سامحني، يعني يعني لو اسالك من موقعك كفنان، يعني في هذه اللحظة الآن الحاسمة في تاريخ مصر وفي تاريخ العالم العربي وفي هذه الثورات العربية الآن التي يحاول البعض اغتيالها من جديد، يعني أنت من موقعك الفني كيف يمكن أن تساهم فنيا في ربما في مواجهة هذا المد العسكري العسكرياتي وهذا المد الانقلابي أيضا في بلدان الثورات العربية، كيف يمكن أن نواجهه فنيا يعني؟ نعم يا اخي والله، شوف فنيا انا ما ينفعش، بس تقول نعمل اغنيه ما ينفعش، بس تقول نساهم باغنيه، نساهم بكليب، تو مش وقت كليب، تو مش وقت اغنيه، بكل صراحه. وقت تو يا اخي على يجب على كل مسلم ان ياتي من دمه، من لحمه، ينحي حوائجه وينحي، يبيع لحمه، يبيع قطعه من كبده، يبيع اي شيء، يبيع داره ويكب، باش يساهم، باش ينهض يعمل شيء. مش تقول نعمل اغنيه ونعمل كليب، شو ينفع؟ ما ينفعش شيء. يا اخي لابد الانسان يساهم، يا اخي يساهم، والله كنا نعرف نساهم حتى بقطعه مقطعه، كلوه، كبده، عين، يد، نعطي اي شيء، نساهم باي شيء في مساحه المساواه، ولو خان التونسيين ولا العالم العربي ولا اي مسلم يقول لا اله الا الله. النا الشرعيه، النا الشرعيه، صاحب الاسودي النا الشرعيه، بالعداويه بالعدويه، وفت العهود بالعدويه. مصر اسلاميه، مصر اسلاميه، قولوا للعالم مصر اسلاميه، لا علمانيه، لا علمانيه، قولوا للعالم مصر اسلاميه.